العالم في 7 مليار. الحفل الختامي لحملة 7 مليار وإطلاق تقرير حالة سكان العالم في العام 2011 كشف عن متغيرات واسعة سيشهدها قطاع غزة في العقد المقبل على صعيد نمو السكان وما يرتبط به من احتياجات اجتماعية واقتصادية واسعة في مجالات الصحة والتعليم والتشغيل والإسكان وغيرها. في العقد القادم بدنا 180 ألف وحدة سكنية في 2021، بناء 274 مدرسة، وبدنا نضيف 5307 شعبة، وبدنا نوظف 6972 مدرس، علما بأنه سيكون عدد الملتحقين حسب النسبة المثبتة هو 635,350 طالب وطالبة. الإحصاءات والتحديات التي سيواجهها القطاع في ظل انعدام المقومات الاقتصادية جراء الاحتلال والحصار يستدعي البحث الجدي في سبل توفير الاحتياجات التي تتناسب مع النمو السكاني المتصاعد. الأمم المتحدة حذرت من استمرار الوضع الراهن واعتبرت أن معالجة تداعيات النمو السكاني تبدأ بإنهاء الاحتلال والحصار. 6 مليون people today. يعيش في غزة الآن 1,600,000 وهم يزدادون بشكل كبير وسيصلون إلى 2,600,000 في عام 2025، ويجب أن ننتبه بشكل حذر إلى كيفية التخطيط لتأمين احتياجاتهم الكبيرة في وقت قصير جدا من الآن. الأزمة ستتفاقم في ظل إهمال السلطة الفلسطينية لملف النمو السكاني وسط الضغوط السياسية في معركتها مع الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى ما تسبب به الانقسام من انتكاسة على صعيد تلبية احتياجات السكان الآنية والمستقبلية. من المحتمل أن نصل في عام 2025 إلى 2,600,000، يعني هذا الرقم أننا بحاجة لمدارس أكثر، بحاجة لجامعات أكثر، بحاجة لصحة، بحاجة لتعليم، وهذا يتطلب موارد وإمكانيات كبيرة. فعلى يعني السياسيين وعلى طرفي الانقسام أن ينتبهوا أن هناك في أولويات إذا لم ننظر إليها الآن فهذا يعني ضياع لنا كفلسطينيين. مع غياب التخطيط للمرحلة الحالية أو المقبلة وفي ظل المعطيات التي يتم تداولها تبدو الصورة قاتمة في قطاع غزة خلال العقد المقبل. محمد الأسطل، تلفزيون القدس، غزة. القدس.